كانت هذه لحظة اعتراض الجيش الوطني الليبي قبل أيام لباخرة تركية تجارية بسبب مخالفتها قوانين الملاحة البحرية وعدم استجابتها لنداءات خفري السواحل. ما حصل أثار غضب تركيا التي حذرت من أنها ستصنف من يستهدفون المصالح التركية في ليبيا أهدافا مشروعة، وهو تصريح أشعل جدلا كبيرا بين الليبيين الذين عبروا عن استيائهم من غطرسة إدارة أردوغان في منطقة شمال إفريقيا واستباحة الحدود البحرية والبرية. لكن ما هي هذه السفينة وما الذي كانت تحمله؟ بحسب المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد مسماري، فالسفينة تدعى مبروكة وكانت تحمل علم جامايكا وتحمل على متنها 17 فردا معظمهم من الأتراك وعددا من الحاويات المتوجهة صوب ميناء مصراتة، بلا أذنات ولا تنبيهات ولا حتى موافقة على الإبحار بالخط الذي كانت تسير فيه، والذي صادف أنه منطقة محظور الإبحار فيها. المسماري أوضح كل هذه التفاصيل في لقاء خاص عبر سكاي نيوز عربية أمس، والذي أكد فيه أن ليبيا وتركيا الآن في حالة حرب. وفوجئنا يوم ثلاثة أو يوم خمسة بالتحديد الماضية وخمسة 12 بدخول سفينة إلى المياه الإقليمية الليبية بدون إذن، بدون تنسيق، بدون علم حرس السواحل الليبي. وجهنا نداء سريع لهذه السفينة لم تجيب، ومن المفترض أن هذه السفينة عند دخولها خط 34 هناك إجراءات دولية معتمدة يجب أن تقوم بها، لم تقوم بهذه الإجراءات، لم تبلغ البحرية الليبية أو الملاحة الليبية بوجودها في هذه المنطقة. معنا من القاهرة مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية السيد محمد الأسمر. الآن أهلا بك سيد محمد معنا طبعا في برنامج منصات اليوم. نحن نتحدث عن ربما قوة من الجانب الليبي خصوصا القطاع البحري في إيقاف هذه السفينة التركية. هذا تقدم، يعني موقف متقدم جدا أمام الجانب التركي، لكنه أيضا خطر لأنه يعني اعتبر تهديدا من الجانب التركي. كيف يمكن تقييم هذه الحادثة؟ أهلا وسهلا، مرحبا، حياكم الله. هذا الموقف ليس الأول من نوعه في إطار المهام الدائمة للقوات المسلحة العربية الليبية بالدفاع والحماية والتأمين. في 22 من شهر ديسمبر 2019 منذ عام تقريبا اعترضت الخافرة سوسة التابعة لرأس أركان البحرية بالقوات المسلحة العربية الليبية أيضا سفينة آنذاك كانت تحمل علم جرينادا وعليها طاقما تركيا قد تجاوزت المياه الإقليمية بدون إذن بذلك. وهذه الإجراءات وهذه النداءات المتعارف عليه في القانون الدولي، وأيضا قد وجهت قوات مسلحة عربية ليبية في نهاية شهر يونيو 2019 نداء أن كل وسائل النقل الجوية والبحرية التركية التي تدخل إلى الأجواء والمياه الإقليمية بدون الإجراءات والأذونات التي أصدرتها قوات المسلحة في نداءاتها وكذلك البروتوكولات المتعارف عليها فهي معرضة للإجراءات التراتبية. تركيا احتجت بأن إيقاف السفينة للحد الآن غير مطابق للإجراءات، ولكنه من ناحية صحة الإجراء وأصوله فهو مطابق تماما للتدابير المتبعة. يجب قيادة هذه السفينة عبر خافرة عسكرية من خفر السواحل ثم التحقيق معها ويرجع ذلك لرئيس أركان البحرية في البت حول ذلك، حتى أن البضائع دي لم تكن مخالفة، ولكن تركيا لديها الكثير من التجاوزات في هذا المجال، وأن تهديدها بالتصعيد أو الرد وأنها في حالة مواجهة مع القوات العسكرية القوات المسلحة العربية الليبية بات ذلك من نافذة القول في هذا الوضع على أهبة الاستعداد والمقابلة والمواجهة منذ تدخلاتها السافرة في يناير 2020 ولم تتوقف حتى بعد إعلان الهدنة. نعم، لكن كل هذه التطورات نحن نعرف طبيعة العلاقات التنسيقية الكبيرة بين الجانب التركي وحكومة الوفاق. حكومة الوفاق هي التي يعني تعتبر الحكومة المعترف بها دوليا في العالم. ألن يؤدي هذا في ربما تعقيد مسألة المصالحة الليبية ما بين الأطراف المدعومة من تركيا والأطراف الوطنية الأخرى؟
حقيقة المشهد معقد بما فيه كفاية لمادر أن المجتمع الدولي الذي أقر خط الحوار وخاصة في الجانب العسكري لجنة 5+5 مخرجاتها واضحة في بين 23 أكتوبر بانسحاب القوة الأجنبية بالتزامن مع انسحاب القوات المسلحة من تكناتها عبر خطوط التماس مدة لا تتجاوز 90 يوما. صرح وزير الدفاع فيما سمى بحكومة الوفاق ورئيس المجلس الشرعي أعلى بالدولة في حكومة الوفاق أن هذه الفقرة لا تمس الاتفاقية مع الأتراك، وأيضا عزز ذلك باتفاقية أمنية عسكرية من قبل وزير الدفاع في تركيا وكذلك مع قطر، وبالتالي التعقيدات تقوم على قدم وساق من قبل ما يسمى بحكومة الوفاق وتركيا، ولكن هذا الإجراء من ناحية القوات المسلحة العربية الليبية يأتي في إطار دورها في التأمين والحماية حتى في حالات وقف إطلاق النار. تبقى المهام العامة بالتبشيط والرصد والتتبع وقيام بالواجبات الحراسة في المنافذ البرية والبحرية وكذلك حماية الأجواء، وبالتالي إذا أرادت تركيا استغلال ذلك كورقة فلا يمكنها إنفاذ ذلك. هي تتعرض لمشكلة في 24 من شهر نوفمبر حينما تم اعتراض سفينة لها من قبل إيراني من قوة ألمانية، اعترض على ذلك مع أن إجراءات إيراني واضحة بقرارات من مجلس الأمن مثبتة لها منذ 18 من شهر فبراير الماضي، وقد قامت تركيا باستدعاء سفير الإيطالي وسفير الاتحاد الأوروبي والقائم بالأعمال الألماني، وبالتالي هي بنفس الاتجاه تقوم بدفعات الحقيقة لا مبررات ولا سند دولي لها، وأن الإجراءات من الناحية الليبية صحيحة جدا، ولكن بالنظر إلى التعقيدات فالمشهد برمته الآن أصبح معقدا من الناحية السياسية والعسكرية نتيجة لتعنتات الوفاق وتمسكات الإخوان المسلمين بمشروعهم التنظيمي بالتوافق مع حزب العدالة والتنمية الإخوان المسلمين الحاكم في تركيا. نعم، شكرا جزيلا لك مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية السيد محمد الأسمر، شكرا جزيلا لك.